حنا نرحب عبر الهاتف بدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، حالا يبقى معانا ويكلم. دكتور محمود صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا الجو النهارده كلنا الجو برد جدا، وكان في امطار شديده شعرنا بيها يعني لحد الفجر تقريبا، ومتوقع يعني، وطبعا الدراسه تعطلت في اكتر من محافظه، فعايزين حضرتك تطمننا على اليوم النهارده والايام اللي جايه، هل حاله الجو دي هتستمر في الامطار والجو البارد ده؟ والجو الغير مستقر هو النهارده بس يا فندم، بكره ان شاء الله هتبقى الامور مستقره بشكل كبير على محافظات الوجه البحري والبحيره الكبرى، ولكن طبعا النهارده زي ما شفنا منذ ساعات الاولى من يوم الاثنين، والامطار كانت تعتبر متوسطه الشده على القاهره الكبرى سواء كان القليوبيه والقاهره والجيزه، مع انخفاض شديد في درجات الحراره ونشاط الرياح. توقع طبعا احنا وصل لتوقعات الارصاد، احنا قلنا الاجواء دي هتستمر في على فترات متقطعه حتى فتره الظهيره، فالاجواء بتتحسن تدريجيا خلال الساعات القليله القادمه ان شاء الله على هذه المحافظات، مع استمرار حاله عدم الاستقرار والامطار الغزيره على محافظات مطروح واسكندريه وشمال البحيره وكفر الشيخ طبعا. تمام، هل يعني المحافظات اللي حضرتك قلت عليها اللي هي زي البحيره وكفر الشيخ ومطروح، هل هيستمر فيها الطقس صعب جدا اكتر من القاهره والجيزه والقليوبيه اللي هي القاهره الكبرى؟ مستمره طبعا معاهم سقوط الامطار بكميه من متوسطه الغزيره على خلالها على فترات متقطعه من اليوم، خاصه المناطق الشماليه منها المطله على الساحل من البحر المتوسط. اما المناطق الجنوبيه من الوجه البحري والقاهره الكبرى فخلاص خلال الساعات القليله القادمه تخف حده الحاله بالنسبه لسقوط الامطار. طب حضرتك بتنصح المحافظات السواحليه الساحليه بايه عشان هذا الطقس؟ وهل يعني الطقس لو الامطار هتبقى غزيره بالتالي بيترتب عليه قرارات كثيره زي مثلا تعطيل الدراسه وامور اخرى، فنصيحه حضرتك ليهم؟ هم بالفعل طبعا يا فندم هم معطلين الدراسه، فالاجواء يعني تعتبر امنه بالنسبه للساده المواطنين، فبنقول لهم بقدر الامكان اللي ما عندوش مشوار ضروري في المحافظات الساحليه المعنيه بسقوط الامطار الغزيره ياجل مشواره للايام القادمه. تم الاجواء في الشارع يعني الى حد كبير بيتم السيطره عليها نتيجه عدم الكثافه المروريه بتعطيل الدراسه. تمام، الامور امنه تماما ان شاء الله بالنسبه لكميات الامطار اللي على سطح ان شاء الله. انا بشكرك جدا دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والانذار المبكر بهيئه الارصاد الجويه، الف شكر لحضرتك. ويعني واضح ان في القاهره الكبرى اللي هي القاهره والجيزه والقليوبيه ان الجو بكره هيبقى تمام، وموضوع الدراسه طبعا هيبقى تمام، ومفيش اي اخبار خالص عن بكره. يعني اللي تعطلت الدراسه بتاعته النهارده، يعني لو ما فيش تعطيل بكره يعني يبقى فيه ان شاء الله دراسه، ده بيتابع مع المدرسه بقى او بيتابع مع المحافظه او بيتابع مع الاخبار اللي غالبا بتبقى مساء اليوم، عشان اليوم اللي بعده المحافظات السواحليه لو بكره امطار غزيره اعتقد بقى لكل محافظ بتبقى رؤيه المحافظ نفسه او رؤيه المحافظه نفسها، كل محافظه مستقله ان هي تقول في دراسه او ما فيش، على حسب التعامل مع هيئة الأرصاد الجوية ونصايحهم للمحافظة.